هذا السائل الذي أرسل بهذا السؤال مختصر يا شيخ، يقول بأنه سمع أن شخصا مريض في القرية التي يسكن فيها، وعندما ازداد به المرض ذهبوا به إلى الطبيب للعلاج، ولكن الطبيب قال لأصحاب المريض بأنه سوف يموت بعد 15 يوما، وعندما انقضت هذه المدة مات المريض واستغرب الناس. التحديد لا دليل عليه، ولا غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالموت بيد الله، ولا للطبيب ولا لغيره أن يحدد الأيام، لكن له أن يقول هذا المرض ليس له، لا أعلم له علاجا، هذا المرض خطير أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن يحدد الوفاة أو يقول أنه لا بد أنه يموت في هذا المرض هذا لا يجوز. نعم.